كيفكم اليوم؟ كيف الصبايا والشباب؟ يلا متجهزين للحصة؟ يلا وين وصلنا امبارح؟ اشوف مين بتذكر ومحضر. يلا على اي عند اي نشاط امبارح وصلنا؟ يلا نشاط 4. يلا كلياتنا نفتح مع بعض على نشاط 4 التاسع. نجهز حالنا عشان نتفاعل ونشارك. يلا بسم الله نبدأ. النشاط الرابع بدنا نصوّب الخطأ اللي موجود بين قوسين، يعني الكلمة اللي بين قوسين هي غلط، احنا بدنا نصححها. الجملة الأولى قطعة أرض للبيع مساحتها 60 دونم، أكيد مس. طبعا هذا السؤال جدا سهل وواضح، هون بحكي لك دون، طبعا أنتم جاوبتوا ما شاء الله عليكم رائعين. دونم بتنوين الكسر، واحنا عرفنا إنه معدود الفاظ العقود دائما تمييز منصوب، اذا دونو من. طيب اللي بعدها تقريبا نفس الجواب، بنحكي واربعون سائحا. غلط، سائحا. طبعا لو عللنا، لو طلبت منك يا تاسع تعلل سبب اعتبار الكلمه غلط شو رح تحكي لي؟ لو طلبت انك تعلل اعتبار الكلمه غلط شو رح تحكي؟ لانها تمييز، لان طبعا هيك رح نجاوب، لأن معدود ألفاظ العقود دائما يكون تمييز منصوب. طيب ننتقل الآن للنشاط الخامس. طبعا النشاط الخامس في عنا جمل معربة، إحنا أكيد ما بدنا إياها، بس هاي من باب إنه إحنا نتمرن عليها، فبدنا نروح على الجمل الغير معربة ونحاول نعربهم مع بعض. يلا الجملة الأولى اللي بدي أعرف فيها كلمة وبلغ 40. يلا بدنا نعرف 40. مع اعراب 40 مفعول به منصوب، ليك بيحكي لنا مفعول به منصوب. حدا عنده في 30، مش مشكله، بنعرف 40 بعدين بنرجع على 30. طيب تمام مس، هسه بنرجع لها. مفعول به، اذا الاجماع عند سميره وليث وآية بيحكوا لنا مفعول به. خلينا نرجع ونحللها عشان احنا نقتنع بالجواب. بلغ فعل، الفعل بده فاعل، مين اللي بلغ؟ هو ضمير مستتر. ماذا بلغ او ما بلغ؟ 40، ف40 هون مس مفعول به منصوب، لو كملنا الاعراب منصوب بالياء لانه ملحق بجمع المذكر السالم. نرجع على كلمه 30، وحمله وفصاله 30 شهرا، شو اعراب 30 هون؟ شو إعراب 30؟ يلا يا تاسع، في فاعل سميرة. طب مس ليش حكيتي لي فاعل؟ ليه حكيتوا لي فاعل؟ ليش مس فاعل؟ وين الفعل؟ لأي فعل؟ خبر مرفوع رائع يا ليل، رائع يا ليل. طيب مس اللي بحكي لي فاعل، مس وين الفعل عشان أعتبرها فاعل؟ ننتبه شوي، حمله حم، هاي اسم، فبالتالي مس اعرابها مبتدا. هون حم مبتدا، طبعا هون حرف عطف فصاله اسم معطوف، حمله وفصاله كم؟ شو خبرت عن حمله؟ 30، ف30 هون خبر المبتدا مرفوع بالواو لانه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب ننتقل على الجمله اللي بعدها. قررت مدرستنا الذهاب في رحلة مدرسية إلى العقبة، فاشترك 20. يلا فعل ماضي مبني، نشوف فعل ماضي مبني على الفتحة، الفاء حرف عطف، أحسنتي يا آية، رائعة. واشترك، تمام، ومين اللي اشترك؟ بضل عندنا، بدنا أعيد السؤال الأول. حاضر يا ريت، أي سؤال؟ الجملة الأولى ولا النشاط الأول يا ريت؟ طيب، عبين ما يحكي لي ليث بنكون حلينا هاي الجملة. طيب، ننتبه شوي. قررت مدرستنا الذهاب في رحلة المدرسية إلى العقبة، شو بعد ما قررت المدرسة شو صار؟ فاشترك. الفاء مس من حروف العطف، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، يعني أنا برتب أحداث ورا بعض، والتعقيب انه الاحداث كان ما كان في بيناتهم مده زمنيه طويله لحتى حدث الحدث الثاني.
معناها ان تكون حرف عطف. طبعا مس حروف العطف مش شرط انها تشترك بالاسماء، يعني مش شرط انه تلتصق بالاسماء ويكون اللي بعدها اسم معطوف، عادي ممكن يجي بعد حرف العطف جملة فعلية عادي او جملة اسمية حتى او شبه جملة. طيب اذا الفاء حرف عطف لانها رتبت احداث الجملة، اشترك فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر طبعا، ومين اللي اشترك؟ هم 20، فعشرون فاعل مرفوع بالواو لانه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب ليث نشاط 4 بده الجملة الأولى، يلا يا ليث حاضرين. طيب مس نشاط 4 مس جدا سهل، ما بده اشي بس بحكي لك صحح الخطأ في الجملة. هون حاطين لك دولومين وهي بتنوين الكسر، والتمييز احنا بنعرف عفوا معدود الفاظ العقود دائما تمييز منصوب، فالغلط كانت في الحركة، الحركة بدل تنوين الكسر تنوين الفتح. تمام يا ليث؟ تمام يا ليث مس؟ هاد هو سؤالك؟ احكي لي يا ليث، سؤالك كان هيك؟ تمام. نرجع على الإعراب. تمام. في عنا السؤال الأول، طبعاً إحنا أعربنا قبل ما نطلع على الأسئلة، بيحكي لك صوب الخطأ الوارد بين قوسين، نفس الفكرة يا تاسع، دقيقة كانت بتنوين الكسر، لكن إحنا بنعرف إنها معدود ألفاظ العقود، أحسنتم رائعين، آية، نصار، راشد، يامن، ألين، سارة، طيب، إذا دقيقة نفس نشاط 4 لازم تكون دقيقة، لأنها تمييز منصوب. طيب والإعراب التام مس أعربنا الجمل المطلوبة منا. ننتقل الآن لنشاط 6. طبعا هاي شهادة، شهادة لطالب. إحنا بدنا نعرف كيف ممكن نكتب علاماتنا بطريقة الكتابة، كيف الطريقة الصحيحة لكتابة العلامة. طبعا خلينا نتفق إيش هو المعدود عندنا هون عشان نكون على نور، ما هو المعدود هون؟ حاضر بننزل اللوح. هيك تمام؟ ايش المعدود اللي احنا رح نعتمده من حيث التذكير والتأنيث؟ الدرجات، المادة، لا، المعدود هون العلامة أو الدرجات، إذا المعدود اللي رح نشتغل عليه هو العلامة. خلينا نتفق إنه علامة مذكر ولا مؤنث؟ العلامة مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. طيب لما بدنا نيجي نحط الرقم، لما بدنا نيجي نوضع الرقم شو رح تكون موضع الرقم او اعراب الرقم هون؟ يعني لما مثلا 5 هون شو كان اعرابها؟ انا بعتبرها هاي بداية جملة، خلينا عشان نكون على نور، رح تكون مبتدا. اذا كل العلامات الاولى سواء كانت عدد معطوف رح يكون العدد الاول مبتدا والثاني اسم معطوف، اما اذا كان الفاظ عقود رح يكون مبتدا عشان نعرف شو هي الحركة اللي رح نشتغل عليها. طيب بحكي لك الرقم الأول 75 حطها 75، 5 حتحطها بصيغة المذكر لأنه المعدود شو حكينا؟ مؤنث، وزي ما حكينا إنه 5 قاعدتها من 3 ل 9 اللي بتخالف، لهيك حطيناها بصيغة المذكر. ننتقل على 85، طبعا تقريبا كلها نفس الحلول 85، أحسنتم، إذا يخالف 5 وحكينا مبتدا و80 لانها اخذت حركتها حركه ما قبلها. يلا 60 ولا 60؟ 60 60 لانها حكينا مبتدا ترفع بالواو. طيب نروح على الرقم اللي بعده 65، 65، 65 نفس الفكره 5 لانها تخالف وهي كانت مبتدا و60. عندنا 90 ولا 90؟ 90 ولا 90؟ إذا هون رح أحطها 90. 89، يلا نفس الجو أجوبة، يلا نشارك كلنا، يلا سيدرا رائعة، 89. طيب 66، 66 نفس الفكرة، كل الأعداد إحنا إذا بنلاحظ هم أكثر من 3،
فإذا هي كل الأعداد الأولى على قاعدة تخالف، 66، 76، 76 برضو 76. طبعا بس بشكركم وبشكر مشاركتكم معي اليوم. أي حدا عنده أي سؤال، لأنه إحنا هيك خلصنا القاعدة وختمنا كل شيء فيها، فأي جزئية مش واضحة عندكم يا ريت تحكوا لي. أكيد مش سهلة، أكيد سهلة، بس بدنا نركز كتير في طريقة إعرابنا. لا يا راشد، لسه ضايل علينا درس مهارات. تمام مس؟ آه يا سارة، بكرة درس جديد بالمهارات. طيب